نور، مثل ما قلنا ببداية الحلقة، اليوم هو 3 أيار، هو اليوم العالمي لحرية الصحافة. لنحكي أكثر عن هذا اليوم ودور الصحافة المكتوبة الرائد والأساسي كسلطة رابعة ومكون جوهري للإعلام. صباحنا غير لليوم مع رئيس اتحاد الصحفيين الأستاذ موسى عبد النور. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. يسعد صباحك. صباح أستاذ موسى، بالبداية خلينا نحكي عن أهمية هيدا اليوم، اليوم العالمي لحرية الصحافة، في وقت يمكن عم نعاني كتير من حرية الصحافة الحقيقية. نحن عم نعيش ظروف حرب، الإعلام السوري عم يقاتل على الأرض لأظهار الصورة الحقيقية لما يحدث في سوريا. خلينا نحكي عن أهمية المفهوم الحقيقي لحرية الصحافة. هو بالحقيقة هذا اليوم طبعا اعتمدته منظمة الأمم المتحدة منذ عام 1993، بعد ما اعتمدته أو تبنتها اليوم منظمة اليونسكو عام 1991 في ويندهوك في ناميبيا في القارة الأفريقية. هو للتذكير بانتهاك حرية التعبير، وأيضا للتذكير بما يقدمه الصحفيون خلال أداء عملهم، وخاصة في الظروف الاستثنائية. ومن هنا هي مناسبة أيضا ل توجيه التحية للإعلام السوري، للصحفيين السوريين، للإعلاميين السوريين الذين قدموا دماءهم في سبيل قضية أساسية وهي سلامة الوطن ووحدة الوطن ووحدة أراضيه. هذه المهمة التي يقوم بها الصحفيون مهمة أساسية وهي في صلب عملهم. بالتالي من خلال هذا اليوم نوجه التحية لكل الصحفيين في سوريا وأيضا الصحفيين الأحرار والشرفاء في الوطن العربي والعالم. نعم أستاذ موسى، مثل ما حكيت حضرتك مريت مرور سريع على أساس هذا اليوم. راح نتابع مع مشاهدينا تقرير بالتفصيل لماذا اعتمد 3 أيار هو يوم لحرية الصحافة، ونرجع. عقول واعية من أجل الأوقات الحرجة، دور وسائل الأعلام في النهوض بمجتمعات سليمة ومنصفة وشاملة. تحت هذا العنوان العريض يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة لعام 2017، والذي انطلق في 3 أيار في عام 1993، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم العالمي لحرية الصحافة على إثر توصية موجهة إليها اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في عام 1991. خصص هذا اليوم للاحتفال بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة وتقييم حرية الصحافة في العالم وحماية وسائل الأعلام من التعدي على استقلالها وتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في ممارسة مهنتهم. يتخذ هذا اليوم العالمي مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة، والتذكير بأنه في عشرات البلدان حول العالم تمارس الرقابة على المنشورات وتفرض عليها الغرامات ويعلق صدورها وتغلق دور النشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألواناً من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات وحتى الاغتيال في العديد من الحالات. إنه يوم لتشجيع وتنمية المبادرات لصالح حرية الصحافة وتقييم مدى حرية الصحافة على امتداد العالم. الاحتفال بهذا اليوم لعام 2017 تقام فعالياته في جاكرتا في إندونيسيا في الفترة بين 1 و 4 أيار، حيث يناقش المشاركون التحديات التي تواجه وسائل الأعلام في يومنا هذا، ولا سيما الهجمات المستمرة التي يشهدها العالم ضد العاملين في مجال الصحافة. كما سينظم حفل تقديم جائزة اليونسكو غليرمو كانو العالمية لحرية الصحافة. ولعل الصحافة والإعلام في سوريا وعلى مدار السنوات الست من الحرب عليها اختلفت مهامها وزادت المسؤوليات لتكون الرديف الأول لرجال الجيش العربي السوري في نقل الحدث لحظة بلحظة. هذه الصورة كان ثمنها الشهادة في سبيلها، ففي هذا اليوم كل الرحمة لشهداء الصحافة والإعلام في العالم بشكل عام وفي الإعلام السوري بشكل خاص. أكيد سلمى، الرحمة لجميع الشهداء الإعلاميين، الرحمة لجميع شهداء سوريا، الرحمة لجميع شهداء الجيش العربي السوري اللي هن موجودين ليقاتلوا على أرض الوطن ليوصلوا يمكن الصورة الحقيقية. مثل ما تابعنا بالتقرير أستاذ موسى، خلينا نحكي عن دور السلطة الرابعة اليوم في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. قديش فعلا هي سلطة يمكن من خلالها أنت بتغير رأي عام كامل.
بالتأكيد للإعلام دور أساسي في صناعة الرأي العام، والإعلام يعني سمي سلطة رابعة للدور الذي يقوم به، بحيث أنه يستطيع أن يقدم كل شيء، ويقدم هذا الأمر من خلال حقه أولا في الحصول على المعلومة، ومن ثم إيصال هذه المعلومة للجمهور المتلقي. دور أساسي بالتأكيد للإعلام، وخاصة في ظل هذه الظروف، أولا فضح التزييف والتضليل والفبركة التي تقوم بها وسائل الإعلام الأخرى، وهذا جزء أساسي في عمل الإعلام السوري خلال هذه الفترة. إضافة إلى ذلك، لابد من نقل الأخبار بأمانة ومهنية وصدق فيما يتعلق بتسليط الضوء على إنجازات الجيش العربي السوري والواقع الميداني. الدور الحقيقي، يعني الدور الأساسي للسلطة الرابعة والحقيقي بالتأكيد، كي لا نترك الملعب لغيرنا يعني فيما يتعلق بهذا المجال، وبالتالي السبق الصحفي أو تقديم الخبر من عندما تقدمه وسائل الإعلام وخاصة السورية فيما يتعلق بالحدث السوري هو الجزئية الأساسية في هذا الموضوع، وهو المعتمد، ويفترض أن يكون له صداه عند أولا المجتمع المحلي ومن ثم الآخرين، لأنه الاعتماد الآن على الفبركة والتزييف في تغيير الحقائق، وبالتالي البناء على هذه الحقائق المضللة للأسف، للقيام بهجوم، للقيام بعدوان، للاستمرار في هذا العدوان. إضافة إلى ذلك، طبعا من الأشياء التي من واجب الإعلام أن يقوم بها وفعلا هو يقوم فيها خلال هذه الأزمة، هو الدعم الحقيقي لرجال الجيش العربي السوري الذين يحققون الإنجازات في كل مكان، وخلق حالة من الوعي، خلق حالة من حالة معنوية، رفع المعنويات سواء بالنسبة للجيش أو حتى بالنسبة للمجتمع المحلي، تكون من خلال ما يؤديه الإعلاميون من رسالة. بعيدا عن الجانب الميداني، أيضا هنالك رسالة فيما يتعلق بالواقع، يعني يجب أن لا يغيب عن ذهن الصحفي أننا في حرب ونحن نواجه هذا العدوان، وبالتالي علينا أيضا أن نبرز ما تقدمه الدولة من مستلزمات الصمود لدعم الصمود لدى المواطن، إضافة إلى ذلك تسليط الضوء على ما يعني هذا المواطن من أجل تنبيه الحكومة أو مساعدة الحكومة في اتخاذ القرار المناسب، فالدور أساسي فيما يتعلق. إضافة إلى ذلك، هذا العمل الميداني الذي يقوم به الإعلاميون بمرافقة الجيش العربي السوري دفع الكثير حياته ثمنا لهذه المهمة التي يقوم بها، وربما الإعلاميون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وفي المركز الإخباري في الإخبارية السورية، على اعتبار هنالك مراسلون ميدانيون، خير مثال على ما قدمه، وبالتالي من هنا يمكن أن نوجه الرحمة والتحية لأرواح هؤلاء الشهداء الإعلاميون الذين قدموا أرواحهم فداء لمهمتهم وفداء لرسالتهم وفداء بالنهاية للوطن، وكانوا سندا حقيقيا للجيش العربي السوري في أداء مهامه. نعم، يعني مثل ما قلت أستاذ موسى، الرحمة لأرواح كل شهداء سوريا وأيضا لشهداء كلمة الحق. اليوم الصحافة توصف عالميا بأنها السلطة الرابعة وهي العين الثالثة، اليوم ونحن نتحدث عن حرية الصحافة، لأي درجة يستطيع اليوم الصحفي في سوريا أن يمارس هذا الدور الذي ينتظره منه المواطن العادي بأن يلامس يومياته؟ هل هو اتحاد الصحفي يدعمه في هذا الموضوع من خلال مثلا تسهيل له عمله بشكل أكبر، دعمه في وجه المؤسسات ربما لحتى يقوم بدور الصحافة الاستقصائية؟ صحيح، يعني ما ذكرته هو أساسي، والحقيقة نحن ندفع الدم من أجل أن يبقى هذا البلد بمؤسساته، وأن تقوم هذه المؤسسات بعملها على أكمل وجه. هذا الأمر يمكن أن نتحدث عنه من خلال وجهة النظر القانونية، يعني ما جاء في قانون الإعلام أو حتى ما جاء في قانون اتحاد الصحفيين. قانون الإعلام الصادر عام 2011، القانون رقم 108، قال في المادة الثانية: الإعلام بوسائله، طبعا هو مستقل ويمارس عمله بحرية. وفي المادة الثالثة حدد المبادئ الأساسية لهذه الحرية فيما يتعلق بحرية التعبير، مكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية وأيضا في الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها حكومة الجمهورية العربية السورية، منها اتفاقية جنيف لعام 1949، وأيضا المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لعام 1948. هذا مبدأ أساسي. المبدأ الآخر هو حرية التعبير. حرية التعبير طبعا ضمن المسؤولية التي يجب أن يعمل بها الصحفي. والموضوع الثالث، المبدأ الثالث، هي القيم الوطنية والقومية التي يتمتع بها الإنسان، وبالتالي القيم. إضافة إلى ذلك، طبعا قانون اتحاد الصحفيين في المادة 105 كفل أيضا للصحفي حق الحصول على المعلومة، وإضافة إلى ذلك نقل هذه المعلومة للجمهور. أيضا لابد من أن يكون هنالك حصانة أيضا القانون وليونة في التعامل، فينا نقول
يعني حصانة وليونة في التعامل بالتأكيد يعني مع الصحفي. موضوع أنه هذه المعلومات يعني لا يسأل الصحفي عن مصدر معلوماته يعني لا يجبر على إفشاء مصادر معلوماته إلا أمام القضاء في حال كان هنالك طبعا قضية ما وفي جلسة سرية، وهذا بالتأكيد هو جانب أساسي بعمل الصحافة. من هنا يعني تكون هذه الممارسة بحرية ومسؤولية كمشاعر اتحاد الصحفيين من أجل أن يكون هنالك أهداف سامية يمارسها الصحفي على الأرض من أجل الأفضل سواء للمواطن أو حتى للوطن. أستاذ موسى، خلينا نحكي عن دور اتحاد الصحفيين اليوم في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، لهيك عم أكد ظروف حرب للصحفي السوري، قديش مهم دوركم اليوم، حقوق الصحفي السوري، واجباته للصحفي السوري، الضغوط اللي بيتعرض إلى كمان، قديش مهم أنتم كاتحاد يمكن من خلال القانون، قانون الاتحاد يمكن من التسعين، يمكن بدنا تعديل مو فقط في قانون الاتحاد، ببعض القوانين يجب أن يكون أكثر يمكن ليونة فينا نقول. صحيح، الحقيقة قانون الناظم الاتحاد الصحفيين قانون رقم 1 لعام 1990 طبعا في ذلك الوقت لم يكن بعد الفضائيات ولم يكن أيضا الإعلام الإلكتروني، وبالتالي توسع العمل الإعلامي بشكل كبير. من المسائل الأساسية أيضا الانتباه إلى هذا الموضوع فيما يتعلق بتنظيم العضوية وتنظيم المهنة في النظام، وضبط العشوائية النظام الداخلي طبعا بحاجة إلى تنظيم. يعني الآن إذا أجرينا إحصائية للعاملين في الإعلام من هم المنتسبون لاتحاد الصحفيين ومن هم غير المنتسبين، ربما تكون النسبة أكبر لغير المنتسبين. طبعا هذا ليس قصور من الزملاء الإعلاميين بقدر ما هو قصور من القانون أو النظام الداخلي نفسه، على اعتبار لم يجاري هذه التطورات السريعة فيما يتعلق بالإعلام ووسائل الإعلام. بالتالي الآن نحن نسعى تم في مجلس الاتحاد الأخير تشكيل لجنة لدراسة كيفية استيعاب هؤلاء الإعلاميين وتنظيم المهنة، لأنه في النهاية هنالك في القانون مادة 118 تقول يشترط في من يمارس العمل الصحفي في القطر أن يكون منتسبا لاتحاد الصحفيين. حتى نحقق هذه المادة لابد أن من أن ييسر تنظيم المهنة والدخول. ما يقدمه اتحاد الصحفيين الحقيقة في هنالك في الجانب المعنوي وفي الجانب المادي. في الجانب المعنوي بالتأكيد هو في هنالك تعاون مع المؤسسات الإعلامية فيما يتعلق بحماية الصحفي، الدفاع عن الصحفي، وهذا جانب أساسي. إضافة إلى ذلك في هنالك مسؤولية فيما يتعلق بأنشطة الاتحاد سواء على صعيد الدورات التأهيلية والتثقيفية، و يمكن مسؤولية مشتركة بين اتحاد الصحفيين ووزارة الإعلام. بالتأكيد نحن جزء أساسي وهنالك شراكة حقيقية مع وزارة الإعلام، وهي حتى في قانوننا أي تعديل يصدر عن وزير الإعلام في النهاية، وبالتالي هذه الشراكة مع وزارة الإعلام هي أساسية. وحتى في مؤخرا قبل كنا نتحدث عن اليوم العالمي لحرية التعبير أو للصحافة، كان هنالك تعاون ما بين وزارة الإعلام، وشاركنا في هذه الندوة ورشة عمل أقيمت في المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني بالتعاون مع مكتب الإقليمي لليونسكو، ووزارة الإعلام نظمت ورشة عمل فيما يتعلق بسلامة الصحفيين وخاصة في مثل هذه الظروف التي نعيشها. إضافة إلى ذلك طبعا يقدم اتحاد الصحفيين ميزات أخرى فيما يتعلق بالخدمات الاجتماعية، الضمان الصحي والتعويضات والمساعدات الاجتماعية والراتب التقاعدي. بالتأكيد هي ليست ضمن الطموح، لكن هنالك خطوات إن شاء الله نوفق بها وسيكون هنالك تحسن على هذه الخدمات بشكل أساسي. نعم، يعني أستاذ موسى اليوم حضرتك معنا، أكيد اليوم أنت مو بس رئيس اتحاد الصحفيين، أنت صحفي وعامل في هذه المهنة منذ سنوات طويلة، أدي بتشوف هذا الاتحاد فعلا كان وجهة قدر الإعلام السوري أنه ياخذ جزء من حقه من خلاله، قدر يحافظ له أن يكون هو لسانه في بعض الأحيان في كثير من المواقف. بالتأكيد هي مهمة أساسية فيما يتعلق، وهي أيضا من مهمات الاتحاد، هي لنقل في إحدى فقرات المهام الأساسية هي الدفاع عن الصحفيين وحل المنازعات التي تنشأ بين الإعلامي وبين مؤسسات الإعلامية بالطرق الودية، إضافة إلى أن الاتحاد له الحق في التقاضي عن الأعضاء جماعات وأفراد فيما يتعلق بكل مسألة تمس حياته المهنية. هلأ الفترة الأخيرة ربما في هنالك العديد من المواضيع التي طرحت ما يتعلق في ما تقوم وتتخذه وزارة الإعلام من بعض القرارات، وخاصة ما يتعلق في مسألة الفائض. تدخل اتحاد الصحفيين واستجابة الوزارة واستجابة الجهات المعنية
عن هذا الأمر، نظمت الموضوع بشكل أفضل، بحيث أنه نتيجة هذه الدراسات التي تقدم الآن ونتيجة هذه المعلومات التي تجمع من العاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون يمكن أن يتخذ القرار الصحيح، لأن القرارات التي اتخذت وصدرت عن الوزارات المتعددة بنقل بعض العاملين وخاصة الإعلاميين من الهيئة العامة إلى الوزارات الأخرى هي كانت قرارات يعني إلى حد ما يعني متسرعة ولم تكن بضوابط محددة. الآن وضع لنقل القطار على السكة وبدأت هذه كما أسمتها السيدة الوزيرة وزيرة التنمية الإدارية أنه فريق عمل وليس لجنة، فريق عمل يجمع ذات معلومات عن العاملين وبالتالي من خلال هذه المعلومات يمكن أن تصل إلى الهدف وإلى الغاية. والحقيقة هذه الإيجابية بالتعاطي من هذا الفريق العمل ورئيسة اللجنة والسيدة الوزيرة مع اتحاد الصحفيين بالتأكيد سنصل لحماية الصحفيين تحديدا الإعلاميين من ربما اتخاذ بعض القرارات التي قد لا تكون في صالحهم أو لا تخدم الإعلامي أو حتى الإعلام بشكل يمكن هاي الإجراءات أو هاي المعلومات اللي بيتم اتخاذها من خلالها بيتم ضبط العشوائية تأكيد. في العمل ضبط العشوائية في المؤسسة. أنا قلت هذا الكلام سابقا، نحن مع هذا اللجنة إن كانت أولا كخطوة أولى هي تجمع المعلومات، لأن هنالك الكثير ربما من التجاوزات فيما يتعلق بالتوصيف الوظيفي صحيح. واختراق هذا التوصيف سواء بعمل المذيع أو حتى مع عمل المعد أو حتى عمل المخرج، وربما من يعمل في هذا المبنى وأنا واحد منهم أعرف الكثير من هذه القضايا التي كان فيها في السابق بعض التجاوزات فيما يتعلق في هذا الأمر. وبالتالي عندما تتحدث الفريق العمل أو هذه اللجنة عن حالات معينة نافرة لنقل شخص دخل بصفة معينة وأصبح مخرجا أو محررا أو مذيعا أو ما شابه ذلك، ربما تجد الكثير من الأمثلة. هذا العمل الآن وينظم بشكل دقيق وواضح ويمكن من خلال هذه المعلومات أن نصل إلى القرار الصح. يعني أستاذ موسى سابقا كنا نسمع الكثير من اللوم عن الإعلام السوري، كيف مثلا يوجد عدد من الناس أو 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 يعني ربما تكون هذه الخطوة هي خطوة مثل ما قلت لحتى تنظيم الأمور، وبيبقى كمان العمل يعني الشخص العامل هو قادر أنه يعرف بنفسه وقادر أنه يثبت وجوده بظل هاي الظروف. اليوم اتحاد الصحفيين هذا الدور وغيره من الأدوار التي يعنى بها في سوريا قدي صار في عليه مسؤوليات إضافية، مثل ما قلت هناك دورات يمكن اتبعتها الاتحاد الصحفيين بما يخص سلامة الصحفي، دورات يمكن لتوعيته خلينا نقول بيئة الحرب اللي نحن ما متعودين عليها، وأصبحنا الآن مجبورين لحتى نكون متواجدين وكما يقال هناك إعلام حرب الآن. صحيح، يعني هذه نقطة أساسية وفرضتها الظروف التي نعيشها حاليا، ربما تصدى بشكل أساسي لهذه المهمة المؤسسات الإعلامية نفسها بشكل أساسي وخاصة في بشكل تلقائي طبعا الأشهر الأولى، وأصبحت تتدرج من مراسل ميداني يغطي ربما تظاهرات في مناطق معينة، وبعد ذلك أصبحت الأمور اتخذت منحى آخر، وأصبح ما طبعا المراسل الحربي جزء أساسي من عمل أي حتى فريق المراسل الميداني يعني بالتأكيد مراسل ميداني وحتى المراسل الحربي، يعني لأن نحن خلال سنوات طويلة لم نرى الخوذة والدرع ومراسل في الميدان، وبالتالي هذا العمل كان تصدت له المحطات أو المؤسسات الإعلامية بشكل أساسي في البداية. جزء أساسي أيضا من عمل الاتحاد أن يكون مساند وأن يكون مساهم في مثل هذه الدورات سواء بتأمين المدربين أو حتى بتنظيم دورات بمساعدة وزارة الإعلام لمثل هذا الأمر. المسألة الأخرى التي تتعلق بعمل اتحاد الصحفيين وهي جزئية أساسية ومهمة، نحن طبعا على بعد 3 أيام من 6 أيام وهو عيد الشهداء، وهي مناسبة أيضا لنوجه التحية لشهداء الجيش العربي السوري وأيضا شهداء الإعلام، ونوجه التحية لجيشنا العربي السوري الذي يخط هذه الإنجازات. هذا اليوم أيضا هو يوم الصحافة العربية، وبالتالي أيضا التحرك على صعيد المنظمات العربية المنظمات الإقليمية المنظمات الدولية فيما يتعلق بالصحفيين والتعريف بما يجري بسوريا، خاصة أن معظم هذه المنظمات وخاصة الدولية هي تعتمد وجهة نظر واحدة، وجهة النظر الأخرى التي تفبرك وتضلل ولا تقدم الحقائق، وهذه المنظمات تعتمد بهذه المعلومات لاتخاذ القرارات التي لا تخدم القضية السورية. بالتالي حضور الاتحاد في مثل هذه المنظمات هو حضور أساسي أولا على صعيد اتحاد الصحفيين العرب، وحاليا نحن نحاول التفعيل أو حتى الانتساب إلى الاتحاد الصحفيين الدولي، وهذه طبعا
خطوة أساسية سيكون للاتحاد حضور في التعريف بما يجري بسوريا في ضمن هذه المنظمات، وحتى أيضا دعوة الصحفيين. الحقيقة نحن كنا قبل أيام في حوار مع السيد وزير الإعلام، وقال نحن على استعداد للتعاون في هذا المجال فيما يتعلق باستضافة مجموعة من الصحفيين العرب أو الأجانب ليأتوا إلى سوريا ويزوروا أي موقع يريدون ليتعرفوا على حقيقة ما يجري، وبالتالي ينقلوا الصورة. وضبط العشوائية ليش بدي أسألك عنها أستاذ موسى، لما يكون في تواصل مع اتحاد الصحفيين العرب أو اتحاد الدولي، اتحاد الصحفيين الدولي، ضبط العشوائية في نقل الصورة الحقيقية، لأنه مثل ما نعرف في مثلا مراسلين أجانب أو مراسلين عم يدخلوا بطرق غير شرعية، وهي هاي نقطة أساسية، عم يكون في تزوير وتضليل بالمعلومة الصحيحة في واقع حقيقي عم نعيشه. يعني من خلال اتحاد الصحفيين العرب ممكن أي صحفي يفوت لسوريا وينقل، يعني في عشوائية، في ناس عم تدخل بطرق غير شرعية، في تزوير كتير كبير عم يكون. هو التزوير يأتي من هذه النقطة التي ذكرتها. والحقيقة نحن قبل أيام كنا في بيروت إطلاق تقرير الحريات في لجنة الحريات اتحاد الصحفيين العرب، وطرح مثل هذا الموضوع أنه صحفي دخل بطريقة غير شرعية، هم يصورون الأمر أنه هو معتقل في سوريا، غير مصداقية. يعني أنا بكون على حدود السورية بقول أنه أنا في حلب، هو عن طريق كان له علاقات مع المجموعات الإرهابية على الحدود السورية اللبنانية وتم اختطافه من تلك المجموعات. عندما يطرح السؤال يقولون ما مصير هذا الصحفي في سوريا، ومباشرة عندما يقال في سوريا تتجه الأنظار إلى الحكومة، إلى الدولة السورية. هذا هو التزييف الحقيقي بالنسبة لها. فالتاني نحن تحدثنا وقلنا وردينا على مثل هذا الأمر، كل صحفي في أي بلد في العالم، كل مواطن يدخل أي حدود بصيغة غير شرعية أولا يعتقل، ثانيا هؤلاء الصحفيون الذين دخلوا بطريقة غير شرعية ليست مسؤولية الدولة الحفاظ على أمنهم وأمانهم. وزارة الإعلام تنظم مئات الزيارات للصحفيين وإلى المنطقة التي يريدون، وتؤمن لهم وسيلة النقل والمرافقة والحماية من أجل أن يعودوا ويؤدوا عملهم بأمانة. حتى أبعد من ذلك، الدولة عندما يكون لديها لنقل معلومات أو إمكانية في المساعدة في إطلاق بعض الصحفيين الأجانب الذين دخلوا بطريقة غير شرعية، هي ساهمت ولن تتأخر، وهنالك العديد من الأمثلة على ذلك. فهذا موضوع أساسي التحرك لدى هذه الجهات للرد عليها بأن الدولة السورية مستعدة للتعاون مع أي إعلامي في العالم من أجل أن يأتي ويتعرف على الحقيقة وحقيقة ما يجري هنا في سوريا. نعم، يعني ربما تأكيدا على كلامك، جميع الإعلاميين أو الصحفيين العاملين في الوسط الإعلامي يستطيعون أن يروا هذا الشيء ويلمسوه على أرض الواقع. يعني من خلال تواجدنا في أي مؤتمر أو في أي تغطية إعلامية يكون هناك أولوية كمان للصحافة الخارج القادمة الخارج من أجل أن تتواجد وأن ترصد. صحيح. هناك تسهيلات لهم في الإقامة، في الذهاب وفي التنقل، حتى بعض الأحيان يعني نحن بنغار منهم أنه خلينا نسبق نحن. فدائما مثل ما قلت، اللي بيكون عم يرصد من الخارج هو اصلا رسالته هي ما له جاي يقول الحقيقه بالنهايه، يعني هو جاي ينقل صوره مفبركه معينه. وبعد 6 سنين صار واضح من خلال شاشاتنا وشاشات الاعلام الاخرى ماذا يحدث في سوريا. بختام حديثنا استاذ اليوم، شو بتحب توجه كلمه يمكن لكل صحفي سوري عم بيقدم ولو قليل او جزء من ما يستطيع ان يقدمه لسوريا؟ وبالتأكيد كل مواطن يقدم، والمسؤولية أكبر فيما يتعلق بالنسبة للصحفيين. لابد أن نستمر بهذا الزخم، المعركة ربما تشتد أكثر وأكثر وتأخذ أشكال مختلفة، وبالتالي يجب أن نبقى على هذه العزيمة، نشد من أزر الجيش العربي السوري، نقف إلى جانبه، نبرز إنجازاته، وأيضا نواجه الحملات التي تقوم بها وسائل الإعلام الأخرى المضللة، إضافة إلى الاقتراب أكثر من المواطن وهموم المواطن، وبالتالي لنكون أيضا إلى جانب الحكومة في تنبيه إلى بعض مواطن الخلل في مفاصل العمل، بالتأكيد حتى نكون مع المواطن والوطن في هذه الأزمة.
قد يخيل للبعض بأنه نحن في النهايات، ربما نكون في النهايات من هذه الأزمة، لكن الشيء الأساسي أن نبقى بهذا النفس حتى لنقول نعلن الانتصار الحقيقي، ولا نملك سوى الانتصار خيارا لنتابع هذه المعركة التي فرضت على سوريا، والشعب السوري أثبت أنه أهل لخوض هذه المعركة والتصدي لها، وإن شاء الله تكون لخير سوريا في النهاية. أكيد في انتصار حقيقي، لأنه بهمة رجال أبطال، رجال حقيقيين، رجال الجيش العربي السوري. بدنا نترحم على جميع شهدائنا، شهدائنا الإعلاميين، شهداء الجيش العربي السوري. بدي أتشكرك أستاذ موسى عبد النور، رئيس اتحاد الصحفيين، شكرا لوجودك معنا. شكراً. تحيتنا لكل صحفي سوري عم يحاول لو ضمن إمكانيات جدا بسيطة يوصل الصورة الحقيقية لما يجري في سوريا. صرنا أكثر من 6 سنوات من الحرب، لكن ما زلنا عم نقاتل على الأرض. تحية لكل مواطن سوري من يعني يمكن بمكان عمله عم يحاول يقدم شيء. شكرا كثير لك. شكرا، شكرا لكم، وشكرا للمشاهدين الكرام والإخبارية السورية. شكرا.